أحسن الله إليكم. من الجزائر السائل الذي رمز لاسمه بلام ألف حاء كتب مجموعة هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص، ويبدأ السؤال الأول ويقول: ما حكم وضع شريط ترتيل في مكبر الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة في المسجد؟ هذا لا يجوز، لأن المشروع للمسلمين إذا جاءوا لصلاة الجمعة أن يشتغلوا بذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير وحمد الله والثناء عليه، أو يقرأوا القرآن وهذا أفضل، أو يشتغلوا بصلاة النافلة حتى يحضر الإمام. هذا هو المشروع، وليس المشروع أن واحد يتقدم أمام الميكروفون ويقرأ بصوت جهوري ويشوش على الحاضرين والمصلين والذين يذكرون الله، أو يفتح على شريط مكبر الصوت، إن هذا يشوش على الحضور وعلى الذين يصلون والذين يتلون القرآن أو يذكرون الله عز وجل. نعم.